لم يكن الفنان الكبير كرامة مرسال الذي تحل هذه الأيام الذكرى الثانية لرحيله مجرد فنان يمتلك موهبة ربانية وصوتا مبحوحا نادرا، بل أيضا ملحنا استطاع أن يلحن بموهبته الكثير من الأغاني لفنانين من حضرموت والخليج. فنان كرامة سعيد مرسال أعطى الوطن يعني كثير وكثير من الغناء الفن الحرضمي، وصله إلى الجزيرة العربية، ونحن اليوم يعني الحمد لله يعني يكون موجود معنا، لكن الحمد لله شهدت الأقدار. يعني تبرز أغنيته متيم كواحدة من أروع ما غناه، فخطفت قلوب عاشقي صوته، وغناها من بعده العديد من الفنانين في داخل البلاد وخارجها. سلطان الأغنية الحضرمية الذي لطالما تمتع بحضوره الكثيف وتجليه عند الغناء، عرف عنه امتلاكه لخفة الدم وروح الفكاهة. مرسال الذي قطعت مراسيله الجديدة بوفاته مثل علامة مضيئة في حياتنا الثقافية لزهاء نصف قرن، رسخ فيها العديد من القيم الفنية لدى الذائقة الجمعية، ما دفع بالسلطات المحلية في حضرموت إلى تكريم ذكرى وفنه وإحياء الذكرى الثانية لوفاته. 50 عاما من الفن الراقي والمتواصل استحضرت هنا في الذكرى الثانية لرحيل الفنان الأسمر الذي عشق الملايين صوته داخل الوطن وخارجه وتمايلوا على طربه. محمد اليزيدي لقناة بلقيس المكلا.